هيئة الدواء بتحذر المصريين من تخزين الأدوية، خاصة إن إحنا عندنا شوية أزمة في الأدوية الفترة دي، وفي طبعا بيزيد من الأزمة إنه بعض الناس بتلجأ إنه بتجيب الدواء بكميات عشان تخزنها عشان تضمن إن هي إيه هتلاقيها، وده بيؤدي كمان إلى تعميق الأزمة. هيئة الدواء بتؤكد إن تخزين الأدوية في المنزل بشكل غير صحيح كمان بيؤدي إلى تلف الأدوية نتيجة اختلاف ظروف التخزين، وبتؤدي لبعض طبعا الأخطار على الصحة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وكمان زيادة تكلفة الأدوية وتضرر المرضى المحتاجين للدواء. لكن ده برضو ما ينفيش إنه في نقص كتير من أصناف الأدوية. عشان كده احنا هيكون معانا على الهاتف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. أهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك يا دكتور منور. يعني عايز اعرف بس من حضرتك احنا في ازمه نقص الادويه دي احنا واصلين لفين يعني؟ اولا هو الدواء طبعا في مصر بيشهد كان تحديات كبيره، والحكومه بتدعم صناعه الدواء لانها سلعه استراتيجيه امن قومي وليها بعد اجتماعي، وتوفير الدواء هو يعني في دائرة اهتمام الحكومة ورئيس الوزراء والقيادة السياسية، متابعة يومية لمخزون الدواء في مصر. في فترة من الفترات حصل اختناقات في التدبير، ولكن الدواء كان أولويات، وبعد كده العملة حصل لها التعويم، فبدأت شوية التكاليف للشركات بدأت تبقى عالية شوية، فبدأت هيئة الدواء تدرس تحريك الأصناف، وفعلا تم الموافقة على بعض تحريك بعض الأصناف وكده. احنا عندنا الأدوية الشركات شغالة بقوة، وفي العيد ما أخدتش أجازات، وأيام الأجازات ما بتاخدش أجازات، المصانع شغالة 24 ساعة على أساس إن هي تغطي الاحتياجات السوق. تناول الدواء في مصر هو بيتم تناوله بطريقتين، طريقه وزاره الصحه والتامين الصحي والمستشفيات الجامعيه يتم تناول الدواء بالاسم العلمي، والاستاذه الزملاء الاطباء اللي موجودين هناك يكتبوا الدواء بالاسم العلمي، ولا يوجد لهم مساحه او غير مقبول ان يكتبوا اسم تجاري، فبيكتب باسم العلمي، والاسم العلمي المتاح بيصرف وبالتالي بنفس الكفاءه ونفس الجوده، ومفيش طبيب بيعترض. اول ما الاطباء بيبداوا في الاعداد الشق الثاني بيتم التعامل، الشركات بتبدأ تزور بتعمل أنشطة إن هي بتعمل دعاية لمنتجاتها، فالأطباء بيبدأ يكتب الاسم التجاري، فالمريض ينزل يدور اسم تجاري ما يلاقيهوش، فتبدأ تحصل الأزمة والمشكلة. في أوروبا وأمريكا تداول الدواء في كل دول العالم حتى في دول الخليج بيتم كتابة الاسم العلمي، ولو أن هناك صنف مش موجود لاسم تجاري معين ياخد المريض المثيل اللي زيه او البديل اللي زيه دون ادنى مشكله. جوه السعوديه لو دخلت الصيدليات هتلاقي يافطه موجوده من هيئه الدواء بتقول ان اي دواء له كذا مثيل وبديل، وبالتالي مفيش مشاكل. المشكله بس في مصر ان تناولنا للدواء بيتم عن طريق الاسم العلمي. الادويه التي تتم تداولها في مصر معظمها ادويه ما هياش اختراع جديد، ده ادويه موجوده من سنين، موجودة وليها بدائل ومسائل كثيرة ومفيش مشكلة في تصنيعها، وكل الأدوية موجودة في مصر نفس الجودة، وهيئة الدواء لا تسمح بتداول أي دواء ما هوش بنفس الجودة. ولكن احنا نتفهم انه الاسم العلمي هو ده الحاجة الصح، وخصوصا ان الأدوية بتختلف في أسعارها، في دواء هتلاقيه بجنيه وليه مثيل زي مصري بالضبط بنفس الكفاءة ونفس الجودة ب40 جنيه، يبقى المريض اولى ب 60 جنيه الفرق، لان نفس الكفاءه ونفس الجوده، وفي الطب دايما طالما تساوت الكفاءه يبقى مصلحه المواطن او المريض في انه يوفر من التكلفه. يعني في نقص، لكن انتوا انتوا او الدوله شغالين على علاج الموقف، لان بنشوف بعض الصور. لا النقص بص هو نقص موجود بالاسم انا شخصيا نقص ما لقيتش كمان بعض الادويه. بص حضرتك الاسم التجاري هتلاقي فيه نقص، بالاسم العلمي مش هتلاقي نقص. احنا من 10 شهور كان عندنا ازمه كبيره جدا في البلد اسمها دواء الغده المستورد،
دواء الغده الاجنبي قلب الدنيا اتقلبت، والسوشيال ميديا اللي هي يعني بتودي وتجيب قعدت تقول ده الناس وهتموت وكده. وكان عندنا البدائل المصريه، بدانا نتعامل مع الاعلام عن طريق الاعلام توعيه، حمله توعيه ان في بنزين مصري مثيله بالظبط نفس الكفاءه و50% من السعر، الناس استخدمت المصري 10 شهور محدش اشتكى، بعد 10 شهور المنتج الاجنبي موجود جوه مصر محدش بيسال عليه. فهي ثقافه وتغيير ثقافه، لان في الاخر احنا عايزين نعيش حياتنا اسهل وما نصعبش الدنيا علينا، والعالم كله شغال كده، شغال بانه هو موجود اسم الطبيب بيكتب الاسم العلمي وبيتصرف اللي متاح في الصيدليه. عشان كده مفيش ازمات في العالم زي مصر. مصر الازمه ثقافة، واخد بال حضرتك؟ الأدوية بس كمان ما ننساش برضو انه موضوع العملة اثر شوية، والاستيراد والحاجات دي يعني برضو اثر معانا. علشان كده انا معاك، علشان كده برضو لا عشان ما هو يعني انا حضرتك عشان كده هيئة الدواء كانت بتدير المشهد ازاي. عندي مادة فعالة اسمها باراستامول. لو انه شركة من الشركات الكبيرة قوي اللي بتبيع باراستامول جوه مصر نقصت، بس انا كمصر الماده الخام دي موجوده عند 20 30 مصنع، ما عنديش مشكله، خلاص اقدر اتعامل. انما المشكله بتبقى فين في الدواء؟ لو دواء ملوش بديل، دي المشكله بقى، نقف نتكلم بقى ونشوف ازاي مش موجود. انما في الحقيقه الدواء، الادويه التي ليس لها بدائل ومسائل موجوده في صيدلات الدوله اللي هي صيدلات الاسعاف. رقم كده احنا شايفين تكدس على الصيدليات. لا ما هو تكدس ليه بقى؟ عشان برضو الوعي. اولا صيدلات الاسعاف هي سلسله صيدليات اصبحت منتشره على مستوى مصر. جميع صيدلات الاسعاف اللي موجوده في جميع المحافظات فيها نفس الدواء الموجود في الاسعاف وسط البلد. بس بيقول لك في ناس جت من المحافظات عشان تروح لفرنسيس. ما هو الناس، هي الناس ما تعرفش ان عندها في محافظاتها. عشان كده احنا بنقول رقم 166-82 166-82 ده رقم الخط الساخن لصيدلات الاسعاف. رقم الخط الساخن ده اي واحد جوه مصر من اي محافظه يقول يتصل بيهم هيقولوا له دواء موجود او مش موجود، واذا كان موجود اقرب مكان لمحافظته يقدر ياخدها منين. فكده احنا طب هيئه الدواء حاطه ليه الادويه التي ليس لها بدائل ومسائل في صيدلات الاسعاف؟ لان حضرتك هذه الادويه منها ادويه اورام سعر الحقنه بيعدي 30 و40 الف جنيه، كويس، بتتباع سودا ب 50 و60 الف جنيه. فهيئه الدواء بتحطها هنا علشان الناس تبقى تاخدها بالسعر الرسمي. ده رقم واحد. رقم اثنين، ادويه اورام بتباع في السوق السوداء وفي عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي مغشوشه، خلاص يعني شوف ب 50,000 ومغشوشه، خلاص هيئه الدواء حطها هنا علشان تضمن انه المواطن المصري بياخدها بروشيت وتقرير طبي ورقم قومي وبياخدها سليم. ماشي، انا بشكرك. شكرا جزيلا دكتور علي عوف، رئيس شعبه الادويه اتحاد الغرف التجاريه. شكرا جزيلا.